أعتقد أن هذه الأيام المسمى بالتهدئة هي مطلوبة لمحاولة لملمة الجراح ومحاولة إعادة ترتيب أوضاع الناس على المستوى الإنساني والاقتصادي، حيث أن النازحين من المناطق الشمالية ومن مدينة غزة يعيشون ظروف مأساوية للغاية لا يمكن وصفها في القاموس الإنساني. تهدئة احنا بننظر لها يعني كتنفس من 45 يوم أو 48 يوم الضغط اللي مضوا علينا كمواطنين غزيين. أنا مواطن من مدينة غزة ونازح على مدينة رفح هنا، كنت أتمنى أن تكون التهدئة تشمل كل قطاع غزة عشان أروح أشوف بيتي المهدوم وأشوف إيش الأشياء المتبقية منه. موضوع التهدئة اللي عن خلال 4 أيام يعني أجت صحيح متأخر كتير، لأنه صار عندنا خسائر كتير، وهذه يخلي الناس تشم نفسها وتقدر تتحرك وتدخل تشرب، لأنه عندنا الوضع صعب وجميع كل أهل الشمال في رفح لا كان عندهم أكل ولا عندهم شرب ولا عندهم أي حاجة. فهذه إن شاء الله تكون فرصة إنه الناس تقدر تتحرك وتعيش، وممكن إن شاء الله تكون مقدم لها تهدئة شاملة. I think we didn't win this war. I don't like when they say win because we didn't win. We already lost. But what we do have is our people, our dear country that we love. And I think what we need, and this will be a really triumph if we can get them back. Relieved. I think that a nice 4 days or so of quiet will be nice. I'm very excited that we're able to release some hostages. I know it's been a huge priority for a long time. And I'm just really hoping that we can have this 4-day ceasefire in which nothing goes wrong. It's very emotional for me because it was so brutal. I think all of us, all the Israeli people live in trauma now. So we're still in a trauma. So I think it will be very emotional to see them back now.